بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج حال الرياضة لهذا اليوم. حلقة كالعادة تطوف معكم في أهم المحطات الإخبارية، أنباء الانتقالات والتسجيلات، خاصة أن هذه الفترة فترة الميركاتو الشتوي وانتقالات اللي هي الفترة الرئيسية في السودان للانتقالات، عدد من الأسماء، عدد من الترشيحات، أيضا إعداد فريق البطولات وذكريات البطولات في زاوية تناول، فقرة التحليل وقفة مع الأسماء الحاصلة على حق تمثيل الفرق والأسماء المغادرة، وقفة أيضا مع التدريب والمباريات الأوروبية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حال الرياضة. إذن البداية مع فريق الهلال، إعلان رسمي للمدرب الصربي ميلوفان رايفيتش سيقود التدريب الهلالي. في هذا الخبر إعلان من جانب نادي الهلال عن هوية المدرب أخيرا بعد كثير من المفاوضات، كثير من السير الذاتية، حديث مع مدارس مختلفة، مدارس كان التركيز على المدرسة الأوروبية بشكل كبير، واختار الهلال ميلوفان مدربا للفريق سيقود الهلال. سنقف مع هذا المدرب، مع السيرة الذاتية، أيضا مع الفرق، مع أهم المحطات لدرب فيها ميلوفان في فقرة التحليل. الهلال بصورة أيضا كبيرة، يعني بعد أن حسم أمر التدريب مع هذا المدرب الصربي بصورة كبيرة، التوقيع سيكون للاعب الغاني تيتي المهاجم صفوف فريق الهلال. هناك أنباء كانت تتحدث عن أنه هذه تعتبر ورقة الهجوم الهلالية اللي طالب بها عدد من النقاد والمراقبين والمتابعين. استقرت إدارة الهلال على التوقيع الرسمي، سيكون غدا. أيضا الحديث عن مدافع وكيفية التعامل مع انتظار ربما للتجنيس، ربما أيضا منح الفريق حق تجنيس لاعب، وبالتالي يمكن الاستفادة من خانة المدافع، أو تكون في خيارات أخرى، حديث بإعارة، بإعارات متبادلة، باتفاقات. أيضا غدا سيتم الكشف عن الصورة النهائية، وتقريبا الهلال بهذه المسألة يقترب كثيرا من حسم مسألة التسجيلات والتفكير بالإعداد الذي سينطلق في 4 ديسمبر بإعلان الفريق الرسمي لبداية المشوار، بداية الإعداد بالنسبة لفريق الهلال. واصل المريخ الإعداد الجاد مع أنتوني هاي بتدريبات صباحية ومسائية، مدرب الألماني لأبدأ انزعاجه أيضا وغضبه من بعض التأخر، تأخر بعض الأسماء في الانضمام للفريق، وربما طالب بعقوبات إذا كان الوضع فيه تأخير أكثر من ذلك، وتحويل للتحقيق على اعتبار أن المدرب يريد أن يذهب في اتجاه أن يكون الفريق بكامله جاهز في البدايات مع الإعداد. التأخر مسألة مزعجة طبعا بالنسبة للمدرب بكل تأكيد، وفيها كثير من التناقضات لا يقبلها المدرب الجاد على الإطلاق. حركة التسجيلات استمرت في الاتحاد السوداني لكرة القدم، عدد من الأندية انتقالات في هذا اليوم، سنتابع
مشاهد التوقيع، ونتابع أيضا بالصورة أسماء اللي انتقلت من فرق لفرق أخرى لحصاد التسجيلات لهذا اليوم. نتابع في الفيديو ونرجع. طبعا أبرز حركات التنقلات للاعبين الأندية مع اقتراب نهاية فترة التسجيل، الأندية تقترب أيضا من حسم الأمور الفنية واللاعبين والمدربين لانطلاقة فترة الإعداد. حصيلة أيضا وقفة مع الأسماء ومع التسجيلات في فقرة التحليل، أيضا سنقف بصورة أوسع مع المدربين مع النجوم ومع أيضا التنقلات. الاتحاد الافريقي لكرة القدم أعلن عن قائمة 5 لاعبين سيتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في القارة. 5 لاعبين، 3 لاعبين عرب دخلوا في هذه الجائزة للتنافس لينال اللاعب لقب أفضل لاعب في القارة الإفريقية. محمد صلاح المصري لاعب نادي روما الإيطالي، وثنائي منتخب الجزائر وليستر سيتي رياض محرز وسليماني، ساديو ماني أيضا السنغالي، والجابوني بير أوباميانغ. 5 لاعبين سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب في القارة الإفريقية. سننتظر وستكشف الأيام عن من سيتوج بهذه الجائزة. تحول إلى كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو سيعود إلى لشبونة، سيعود لمهد الانطلاق، لمهد النجومية مع هذا اللاعب. في توقعات كثيرة بأن الجمهور سيتدافع بكثافة بعد أن نفدت تماما التذاكر، وتوقع أن يكسر الرقم القياسي اللي كان 49,992 مشجع في مباراة مانشستر يونايتد. يتوقع أنه في المباراة القادمة، مباراة الريال مع لشبونة في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، هي أن يكون رقم قياسي بالنسبة للجماهير. كريستيانو رونالدو يعود للشبونة بالتأكيد حدث كبير بالنسبة لهذه الجماهير اللي شهدت البداية وشهدت انطلاقة النجومية. برشلونة يستعيد اللاعب المتميز النجم ليونيل ميسي من خلال مباراته غدا. أيضا سواريز سيعود لتشكيلة البولوغرانا بعد أن عانى ميسي من مشكلات صحية وغاب عن مباراة ملغ مباراة التعادلية. أيضا سواريز بالإيقاف غاب، ويعود هذا الثنائي المكمل للMSN مع نيمار لبرشلونة، ليتجاوز طبعا الأجواء المحبطة بعد التعادل الفريق
الكتالوني اللي يسعى ليتصدر ويتأهل. حديث يكون بصورة أكبر عن هذه المجموعات، مجموعات دوري أبطال أوروبا اليوم وغدا في فقرة التحليل. لدينا فاصل قصير وبعده مضمون رسالة جديد في حلقة اليوم عن التسجيلات ورسالة بنظرة إعلامية. فاصل، نعود ونواصل. بجديد أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. حركة التسجيلات والتنقلات مستمرة في أكاديمية تقانة كرة قدم اتحاد السوداني كرة قدم، ولدينا مضمون رسالة بوجهة نظر إعلامية. سنتوقف مع مضمون الرسالة حول التسجيلات، اكتشافات النجوم، كيف هي التسجيلات هذا الموسم والمطلوب من الفرق السودانية. وقفة ونعود من جديد. أفتكر التسجيلات هي مرحلة من المراحل لإعداد الفرق، مرحلة مهمة للغاية اللي تسبق الإعداد كما هو معروف، وهي أصبحت يعني عملية تقام مرتين في العام لتسهيل عملية إعداد الأندية، فهي لا بد منها. لكن أنا أفتكر أنه التسجيلات دائما تسبقها كما نلاحظ خاصة الجانب الأجنبي أو جانب اللعيبة الأجانبي، لاحظ بأنه يتم تسجيلهم بصورة يعني غير منظم، بمعنى انه لا تتاح الفرصه للانديه يعني ابعاد متخصصين للاستكشاف ودراسه هؤلاء اللاعبين الاجانب. بالتالي نحن نلاحظ الان عمليه الحراره تدل او الهجره العكسيه كما يسمى، نلاحظ بانه اوكرا لعب مع ميريخ الان هو حاضر الى الهلال، وسبقه وارجو كذلك، كانما اللاعبين الافارقه هؤلاء يعني لديهم شيء يعني يحملونه مميزات، ليس هنالك مميزات. أنا أفتكر بأنهم مستوياتهم عادية، حتى الأموال اللي تدفع أموال هي كبيرة جدا. إذا كانت هذه الأندية بالتحديد الهلال المريخ عندهم المقدرة، بالتالي لماذا لا يبعثون مختصين سواء كانوا وطنيين أو يكلفون أجانب لدراسة هؤلاء؟ نلاحظ في الدوريات الأخرى في تونس، في خلاف يأتون بلاعب صغير في السن ومن ثم يستفيدون منهم خلال التسويق بعد عام أو عامين. بالتالي فكرة التجربة ما زالت هي تحتاج للمزيد من الدراسة. أخيرا التجربة لا نقول إنها فاشلة، لكن نقول إن إحنا في البداية، بالتالي لا بد من التاني ودراسة هذه التجارب، تجارب المحترمين. أموال ضخمة جدا تصرف. بالنسبة للاعبين الوطنيين أيضا بأن هنالك يعني مظلومين عدد كبير، هناك مواهب كثيرة، لكن نلاحظ بأنه الأجانب الأفارقة بالذات هذا الموسم عدد كبير من اللاعبين الغانيين انتشروا في عدد من الدوري الأولى، اللعيبة بالتحديد أندية الدوري التأهيلي، بالتالي هذا يؤثر على اللاعب الوطني، يؤثر على اللاعب صاحب الموهبة عندنا هنا في السودان. أفتكر هذه الظاهرة بدون الاتحاد يتدخل ويكون قوي ويكون عنده مواقف فيها يعني قوية لحماية اللاعب الوطني، لا أقل هو موهبة من اللاعب الذين يأتون به. أنا شخصيا استفسرت بعض اللاعبين الذين كانوا بالسابق لاعبين ومحترفين أجانب، الآن هم يعملون عمل الوكالة، ليس لديهم توكيل لكن يعملون بطيبة الشعب السوداني، يأتون باللاعبين ويوزعونهم في الأندية، بينما مدرب مختص يحمل رفيع الشهادات يأتي لهذه الأندية بلاعبين حتى لا يستمعون إليه أو لا يردون عليه. بالتالي التجربة محتاجة إلى هي الاتحاد هو الذي يحمي، بالتالي لا بد منه الاتحاد يحمي هذه الأندية، يحمي اللاعب الوطني قبل نادي. القصة بتحتاج يعني أكرر، تحتاج لدراسة، تحتاج لتأني للمزيد من تخضع هؤلاء اللاعبين المزيد من اليوم. في ظاهره غريبه اليوم لاحظنا اعلان صغير معلقين في الاكاديميه، يعني الكل يعني انا شخصيا وقفت امامه وقريت انه هنالك من يروج، وكيل يروج للاعب صانع العاب وخلافه، خاطي تلفون وتلفون، فلازم يكون اجنبي ما بكون وطني. انا متاكد يعني ماخذين مكانتهم، يعني لاحظنا انهم ماخذين مكانتهم. سالت شخص قال لي ده وطني، اصبح السودان وطني، انا مستفيد يعني لديه عرى وربنا يزيده، لكن مستفيد اكثر من اللاعبين. والتجربه في النهايه هو ليس هنالك تقدم، ليس هنالك نجاح. حركة التسجيلات كنت أتوقع أن تكون كغير العادة، غير المواسم السابقة،
نجد انه اللاعبين نفس اللاعبين ينتقلون من انديه لانديه وهذه الدوامه متكرره سنويا. وكان المفروض ان تكون هناك لكل نادي لجنه فنيه تتابع اللاعبين منذ بدايه الدوري اول ممتازه والدرجه الاولى والدوري الثاني، تكون هناك لجان فنيه تعد اعداد جيد اللاعبين بالمتابعه عبر الملاعب المختلفه وترصد زي ما بتعمل الدول. ايضا التسجيلات هذا العام اتت مغايره قليلا، يعني نجد ان هنالك لاعبين مرصودين من قبل الجهاز الفني لكن الناحيه الاداريه تضيع على الشغل الفني ده في هذا الموسم. وكنت اتوقع وظللت اناشد يا اخ حاتم بان تكون هناك خاصه الانديه الكبيره التي تشارك في البطولات الافريقيه ان تكون لها بعض الفنيين يكونوا موجودين في الدول الافريقيه منتشرين عبر في دول صديقه وشقيقه. بتجد ان هنالك فنيين في السفارات مثلا الملحقيه الثقافيه بيكون فيها واحد فني بتابع يرصد اللاعبين في الدوريات الافريقيه المختلفه، بيرصد بي سي دي، بيرسل للانديه، بيرشح بواسطه الوكلاء الموجودين المنتشرين في القاره الافريقيه. نجد هذا معدوم تماما عندنا في انديتنا السودانيه. الزملاء أمجد ومصطفى بتأكيد حديث إعلامي عن التسجيلات، عن مسألة السمسرة والوكلاء، وكلاء من غير أوراق رسمية، من غير أوراق ثبوتية. والاتحاد الدولي لكرة القدم يتحدث عن وسيط، يعني هو الآن ليس الصورة تتحول إلى وسيط وليس وكيل بالصورة المعروفة سابقا، وهي كانت محدودة عند أسماء محددة، ليس أي شخص وكيل لاعب ليقدمه. وحتى الوسيط وفقا لرؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم بمفهوم جديد وبأوراق وبشهادات وبمؤهلات، يعني حتى الأمر لا يكون مسرح. يعني صراحة إذا زرت مكان التسجيلات تجد كمية من اللاعبين الأجانب، يعني تشعر بأنه اللاعب الوطني أو اللاعب السوداني في خطر صراحة. نحن لا نرفض مبدأ الاحتراف أو مبدأ انتقال لاعبين لأنديتنا، لكن ليس كل لاعب محترف هو يأخذ مكان اللاعب الوطني. في لاعبين محدودي القدرات، لاعبين أكثر من عاديين، لكن مسألة انتقالات واسم محترف وسوق بتاع سمسرة وكلام كثير، هي الظاهرة يجب أن تدرس وتضبط من الاتحاد السوداني لكرة القدم. من أخبارنا الخاصة أيضا، الاتحاد السوداني بعد جلسة كان طرحنا قضية المنتخب الوطني للشباب، منتخب الأمل، نسميه منتخب الأمل، الذي يمكن أن يقدم لهذا الوطن ويصعد لكأس العالم ونبدأ نحلم بتجربة احتراف على أعلى مستوى. خلافات بين لجنة الدعم أو الإعداد، يعني سمي في اختلاف في المفاهيم، وبين الاتحاد السوداني بين لجنة المنتخبات الوطنية في جلسة كانت ما بين الجهتين. الاتحاد السوداني جدد الثقة في الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مبارك سلمان، وأيضا في الجهاز الإداري لهذه اللجنة. كثير من الجدل دار أنه الأمر الفني حق للاتحاد السوداني لكرة القدم، الاتحاد هو الذي يتعامل مع الاتحادات، هذه اللجنة لجنة مكونة لتسند المنتخب حتى لا يضيع مثل منتخب الناشئين اللي ضاع أمام الكاميرون بالإهمال وبعدم توفر النثريات وعدم توفر التذاكر وبهدلة لمنتخب يحمل اسم السودان. الآن منتخب الشباب الكل يتمنى أن هذه السحابة الكثيفة تمضي لحال سبيله وتتحدد المسألة. المسألة يجب أن تكون واضحة، من يدعم، من يدفع، ومن يسير أمر هذا المنتخب. لا نريد أن نضحي بمنتخب شاب يمكن أن يكون هو منتخب الأمل. وسنتابع في هذا البرنامج وفي عبر قناة السودانية 24 المنتخب الشاب في إعداده، في حلو وفي ترحاله، وفي العقبات أيضا التي تعترض هذا المنتخب. ونتمنى أن لا يتأثر من يلعب في هذا المنتخب من الشباب بروح التنازع أو روح الاختصاصات المتضاربة. في كل الدنيا، في كل العالم، الأمور واضحة والأمور منظمة والأمور مرتبة. نحن دائما في مسألة صراعات ومسألة خلافات ومسألة أيضا
أشياء لا تأخر يعني تأخرنا بس لا تقدم البلد ولا المنتخب، وكان الله في العون. نحن نتمنى أنه نسمع أخبار طيبة وننقل أخبار طيبة للمشاهدين عن منتخب الشباب. ذكرت أن اتحاد السودان كرة قدم اتخذ هذا القرار، ثبت الجهاز الفني والجهاز الإداري اللي كان فيه خلاف على مع لجنة الدعم بقيادة ود الشيخ الأستاذ أبو القوانين محمد الشيخ مدني. أستاذ معتصم جعفر بلغ رسميا بأنه الجهاز الفني والإداري مستمر. عموما بالتوفيق لمنتخبنا الوطني، لجهازه الإداري، لجهازه الفني، ولمن يريد أن يقدم لمنتخب السودان. فاصل ونواصل.